خلال هذه الحصة الجزء الثاني سنشتغل على المرجعيات المنهجية للاستعداد للامتحانات الوطنية في مادة التاريخ والجغرافيا باستلك ثانوي تأهيلي والذي يهم كما قلنا السنة الثانية بكالوريا مسالك الآداب والعلوم الإنسانية مسلك التعليم الأصيل والأحرار من خلال الاشتغال على الوثائق في مكون التاريخ، وسنركز على نموذج الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية سنة 2019. من خلال هذه الحصة سنشتغل على الوثائق في مكون التاريخ من خلال التركيز على نموذج الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية سنة 2019. ولهذه الغاية نضع بين يدي المتعلمات والمتعلمين مجموعة من الأهداف نرغب في الوصول إليها وفي تحقيقها. أولها أن يتعرف المتعلم على الصيغة العامة لأسئلة الاشتغال على الوثائق، وكاستمرار الأسئلة سنركز على سؤال استخراج من الوثائق وسؤال تركيب الفكرة العامة وسؤال كتابة الفقرة المركزة في الامتحانات الموحدة بمكون التاريخ من خلال نماذج كذلك. الهدف الثاني أن يكتسب المتعلم لمنهجية فهم صياغة الأسئلة المطروحة في الامتحانات الموحدة بمكون التاريخ، وأخيراً أن يرسخ المتعلم الخطوات المنهجية المهارية الخاصة بطريقة الإجابة على أسئلة الامتحانات الأسئلة المتبقية. إن عالجنا في الجزء الأول السؤالين الأول والثاني فنحن سنتمم خلال هذا الجزء بقية الأسئلة، نفهمها ندركها نفهمها ثم نتعلم كيفية الإجابة عليها. أقترح كذلك تصميم للحصة. المحور الأول سنتعرف من خلاله على صيغ أسئلة الاشتغال على الوثائق في مكون التاريخ من خلال ثلاث نماذج للمقارنة. المحور الثاني نرغب في إكساب المتعلم لمنهجية فهم الأسئلة وصياغها المطروحة في الامتحانات الوطنية بمكون التاريخ والخطوات المنهجية للإجابة عليها من خلال التركيز على نموذج الامتحان الوطني الموحد لسنة 2019 من خلال صيغتين، أولاً منهجية فهم الأسئلة ثم خطوات الإجابة على هذه الأسئلة، وسنركز عملنا على الجانبين النظري والتطبيقي. سنستمر في طرح بقية الأسئلة الأخرى انطلاقاً من السؤال الثالث. لاحظوا أعزائي المتعلمين بأن السؤال الثالث يطرح بصيغة استخرج من الوثائق المعطيات التاريخية التالية. من الوثيقة الأولى مثلا أن نستخرج انعكاسات احتلال فرنسا لمنطقة الرور على ألمانيا ورد فعل إنجلترا تجاه ذلك. من الوثيقتين الثانية والثالثة نحدد نتائج الأزمة الاقتصادية الكبرى على ألمانيا وتطور مؤشر الإنتاج الصناعي ما بين سنتي 1933 و1938. من الوثيقة الرابعة نتائج الحرب العالمية الثانية على الخريطة السياسية لألمانيا. السؤال الرابع المطلوب هو أن نركب الفكرة الأساس للوثائق الأربع، والسؤال الأخير أن نكتب فقرة مركزة نوضح من خلالها تطور المسألة الألمانية ما بين سنتي 1945 و1989 ثم مظاهر انهيار المعسكر الاشتراكي. إن قارنا هذه الأسئلة الثلاث الأخيرة مع نموذجي الامتحانات الوطنية لسنة 2018 وسنة 2019، إذن السؤال الثالث كذلك أن نستخرج من الوثائق المعطيات التاريخية كما يلي. السؤال الرابع أن نركب الفكرة الأساس للوثائق الخمسة. السؤال الخامس والأخير أن نكتب فقرة بالاعتماد على مكتسباتنا نبرز من خلالها تطور الصراع العربي الإسرائيلي ما بين سنتي 1948 إلى سنة 1978. النموذج الأخير كذلك السؤال الثالث يطرح بصيغة أن نستخرج من الوثائق التاريخية ما يلي: من الوثيقة الأولى ومن الوثيقة الثانية الثالثة والرابعة. السؤال الرابع أن نركب الفكرة العامة للوثائق، ثم السؤال الخامس والأخير أن نكتب فقرة من خلال مكتسباتنا المعرفية نبرز فيها عوامل نشأة الحركة الوطنية المغربية ووسائل عملها خلال الثلاثينيات. إذن المبدأ الذي نرغب في تحقيقه وهو مبدأ المقارنة. من خلال عملية المقارنة كعملية فكرية سنجد بأن هناك تشابه كذلك في صياغ طرح الأسئلة، هناك تشابه في صياغ طرح الأسئلة. ما علينا فقط إلا أن نفهم هذه الأسئلة ونتعلم كيفية الإجابة
عليها من خلال تطبيقات محددة. وسنركز كما قلنا على نموذج الامتحان الوطني الموحد لسنة 2019. المحور الثاني، نكتسب منهجية فهم الأسئلة وصياغها المطروحة في الامتحانات الوطنية بمكون التاريخ كما قلنا، والخطوات المهارية للإجابة عليها. ونموذج الامتحانات كما قلنا في الجزء الأول فهو متوفر في مواقع إلكترونية عديدة، يمكن للمتعلمات والمتعلمين بشكل سريع أن يستخرجوا وأن يقوموا بتحميل هذه الامتحانات كاملة والاشتغال عليها. إذا صيغة السؤال الثالث كما قلنا أن نستخرج المعطيات التاريخية من الوثائق، وبالمناسبة أن تنقيط هذا السؤال على ثلاث نقاط. كتعريف لمسألة استخراج المعطيات من الوثائق، إذن هي مجموعة من الأسئلة المطلوب من المتعلمات والمتعلمين أن يجيبوا عليها انطلاقا من الوثائق التاريخية دون زيادة أو نقصان. إذن المطلوب من المتعلمين أن يستخرجوا الإجابات من خلال الوثائق بشكل مباشر، ويمكن أن نضرب أمثلة لذلك. مثلا سؤال من الوثيقة الأولى أن نستخرج الوضعية الاقتصادية التي عاشتها روسيا بين سنتي 1918 و1926 وعوامل صمود النظام الاشتراكي السوفيتي. من الوثيقة الثانية نستخرج مظاهر انتشار أزمة 1929 قطاع المجالين وأثر ذلك على التجارة العالمية. كذلك سؤال استخراج المعطيات من الوثائق يمكن أن يتضمن أسئلة من المكتسبات المعرفية، ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة الموجهة أسئلة مباشرة من الوثائق، ولكن انطلاقا من مكتسباتنا المعرفية. وهنا أقترح على المتعلمات والمتعلمين صيغة، مثلا في بعض الوثائق يمكن أن تطرح بصيغة من الوثيقة التي نشتغل عليها نستخرج عوامل حدث تاريخي محدد، ثم نحدد بقية العوامل المفسرة لنفس الحدث انطلاقا من مكتسباتنا المعرفية. فلاحظوا بأنه سؤال مركب من شقين، الشق الأول نعتمد على الوثيقة للإجابة عليه، بينما الشق الثاني فسنعتمد على مكتسباتنا المعرفية للإجابة عليه. كذلك صيغة استخراج المعطيات من الوثائق يمكن صياغتها بشكل متناغم مع خطوات النهج التاريخي. هذه الأسئلة فهي متناغمة مع خطوات النهج التاريخي المعروفة، التعريف والتفسير وأخيرا التركيب. نأخذ نموذج الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية سنة 2013. في السؤال الأول من الوثيقة الأولى والثانية، مدى التزام فرنسا وإسبانيا بتحقيق الغاية من فرض نظام الحماية على المغرب، مع تعليل جوابك انطلاقا من الوثيقة. إذا لاحظوا أعزائي المتعلمين بأن السؤال الأول هو سؤال للتعريف، بينما السؤال الثاني من الوثيقة الثالثة فهو سؤال للتفسير. السؤال الأول هو سؤال للتعريف، بينما السؤال الثاني فهو سؤال للتفسير. أن نستخرج من الوثيقة الثالثة عوامل سقوط المقاومة التي قامت بها القبائل المغربية ضد الاحتلال الأجنبي. كتوجيه تربوي للمتعلمات والمتعلمين، فلا بد عند الإجابة عن هذه الأسئلة أن يتم تجنيب التكرار للمضامين الواردة في النصوص كما هي، وإنما الإتيان بأسلوب الخاص للمتعلمين والمتعلمين. يفضل هنا ألا يكتب المترشح الامتحانات الصيغة كما هي في الوثيقة، ولكن يعبر عن هذه الجملة بطريقته الخاصة بصيغته الخاصة. النصيحة الثانية هنا الموجهة كذلك، وأن يتم استخراج كل أفكار الجمل التي تجيب على السؤال إلا إن حددت عدد الإجابات في السؤال. يعني إن طلب السؤال أن نستخرج كل المعلومات من الوثائق، لا نقتصر فقط على إجابة واحدة أو على إجابة، ولكن أن نجيب على السؤال من النص، أن نجيب على كل الأسئلة من خلال الوثائق التي نشتغل عليها. ثم النصيحة الأخيرة أن نكتب الإجابة على شكل عوارض بأسلوب بسيط وسهل. كتطبيق لهذا السؤال، فمثلا من خلال نموذج الامتحان الوطني الموحد كان السؤال كما قلنا الأول هو أن نحدد الوضعية الاقتصادية التي عرفتها روسيا بين سنتي 1918 و1926 ونفسر صمود النظام الاشتراكي السوفيتي. إذن هنا أقترح على المتعلمين الصيغة التالية، أن نكتب على شكل عوارض بطريقة منظمة،
الشق الأول من السؤال، لاحظوا بأن السؤال فهو مركب يضم لنا شقين. فالشق الأول كعارضة الوضعية الاقتصادية التي عرفتها روسيا بين سنتي 1918 و 1926 انطلاقا من نفس الوثيقة، فوضعيتها الاقتصادية مرتبطة بشيوعية الحرب خلال الحرب الأهلية ما بين سنتي 1918 و 1926. تم اعتماد خلال هذه المرحلة على السياسة الاقتصادية الجديدة، مما أدى إلى انتعاش الصناعة وتضاعف الإنتاج بين سنتي 1921 و 1926. كما تميزت كذلك المرحلة بزيادة الإنتاج 5 مرات عن مستوى سنة 1921. إذن هذه الصياغة للإجابة على السؤال أو على الشق الأول من السؤال الأول. الشق الثاني أن نفسر صمود نظام الشراكي السوفيتي من خلال نفس الوثيقة، من خلال الوثيقة الأولى، كإجابات نظرا لجذور جماهيرية العميقة للنظام الشراكي، معاناة البلدان الرأسمالية من الأزمة الاقتصادية كذلك وفسر صمود نظام الشراكي السوفيتي، عدم وضوح الصورة عن خطورة الوضع الاجتماعي السوفيتي ساعد كذلك في صمود نظام الشراكي السوفيتي. آخر نموذج من الوثيقة الثانية كسؤال أن نحدد مظاهر انتشار أزمة 1929 قطاعيا ومجاليا وأثر ذلك على التجارة الدولية. نقسمه كذلك إلى شقين، نجيب على الشق الأول مظاهر انتشار أزمة 1929 قطاعيا ومجاليا. فعلى المستوى القطاعي انطلقت الأزمة من بورصة وول ستريت وانتقلت إلى الأبناك، فالتجارة بعد ذلك والصناعة، ثم الأزمة الاجتماعية من خلال الحديث عن انتشار البطالة. ستجدون هذه الصيغة مذكورة في الوثيقة الثانية. أما على المستوى المجالي فقد انتشرت الأزمة انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية بلدان العالم الرأسمالي ثم مستعمراتها مثل المشرق العربي والمغرب. الشق الأخير أثر ذلك على التجارة العالمية، ساهم ذلك في تراجع قيمة صادرات وواردات العالمية بانخفاض قيمة المبادلات التجارية العالمية. ستجدون هذه الصيغة مذكورة في الجدول، في الجدول المحدد في الامتحان الوطني. المطلوب فقط هو أن نصف هذا الجدول، نصف تطور قيمة الصادرات والواردات، سنجد بأن هناك تراجع لقيمة الصادرات والواردات العالمية. الصيغة الرابعة وهي صيغة تركيب الفكرة العامة. نفهم هنا السؤال، المطلوب منا أن نركب الفكرة الأساس للوثائق الأربع كتوجيه تربوي للمتعلمات والمتعلمين. فالفكرة الأساس هي تمثل ملخصاً دقيقاً ومعبراً عن مضمون النص، تصاغ على شكل جملة فعلية أو اسمية بطريقة بسيطة. بشكل مختصر نحدد الفكرة العامة. لا بد هنا من التمييز في صياغة الفكرة العامة بين شكلين. الامتحانات الوطنية فهي يطرح هذا السؤال بصيغتين، إما أن نركب الفكرة العامة للوثائق أو أن نحدد الفكرة العامة للوثائق. فلا بد من التمييز بين صيغتي التحديد والتركيب للأفكار العامة. فالمقصود هنا بتحديد الفكرة العامة للوثائق وهو وضع فكرة لكل وثيقة دون الحاجة إلى الجمع بين هذه الأفكار. حينما يطلب منا أن نحدد الفكرة العامة فنجيب بطريقة بسيطة، فكرة الوثيقة الأولى نقطة، فكرة الوثيقة الثانية نقطة، فكرة الوثيقة الثالثة إلى النهاية. بينما إن طلب منا التركيب وهو السؤال الأكثر ترجيحا والسؤال الأكثر طلبا، فتركيب الفكرة العامة علينا في هذه الحالة أن ندمج ونجمع بين أفكار مجموعة من الوثائق في فكرة واحدة، وأن نبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين أفكار هذه الوثائق. إذن في حال إن طلب تركيب الفكر العام للوثائق وكما قلنا وهي الصيغة الراجحة، فلا بد أن نتبع الخطوتين التاليتين البسيطتين. الخطوة الأولى هو أن نحدد الفكر الأساس لكل وثيقة على حدة. الخطوة الثانية هو أن نجمع وندمج بين الأفكار المحددة سلفا في فكرة واحدة من خلال البحث عن القواسم المشتركة بين أزمنة الوثائق وأمكنتها ومواضيعها. إذن نجمع ما بين الأزمنة، نجمع ما بين الأمكنة، ونجمع ما بين المواضيع المختلفة. كتطبيق من خلال الامتحان الوطني، وهنا السؤال كما قلنا أن نركب الفكرة العامة، من خلال تفريغ هذه الجدول نشتغل على تركيب الفكرة
العامة. فلاحظوا بأنه خطوتين أساسيتين لتركيب الفكرة العامة. الخطوة الأولى وهو تحديد أفكار كل وثيقة على حدة. الوثيقة الأولى فكرتها البسيطة تعالج لنا النتائج الإيجابية للسياسة الاقتصادية الجديدة بعد مرحلة شيوعية الحرب الصعبة على الاتحاد السوفيتي وعوامل صموده مقابل تأثر العالم الرأسمالي بالأزمة الاقتصادية الكبرى. الوثيقة الثانية كفكرة عامة تعالج مظاهر انتشار الأزمة الاقتصادية الكبرى قطاعيا ومجاليا والانعكاس السلبي لذلك على التجارة العالمية. الوثيقة الثالثة كذلك لها فكرتها، والوثيقة الرابعة كذلك لها فكرتها الخاصة. الخطوة الثانية هو أن نجمع وندمج بين الأفكار التي حددناها سالفا في الوثائق الأربع، فتكون الإجابة كفكرة عامة لجميع الوثائق تعالج لنا تثبيت نظام الاشتراكي السوفيتي وانتشار الأزمة الاقتصادية الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وباقي بلدان العالم الرأسمالي وتأثيرها على المستعمرات. السؤال الأخير، صيغة السؤال الخامس، المطلوب منا أن نكتب فقرة مركزة من خلال المكتسبات المعرفية، والتنقيط عليها دائما يكون بنقطتين، كتوجيهات كذلك منهجية نظرية للمتعلمات والمتعلمين كنصائح. فعند كتابة الفقرة المركزة فلا بد من كتابتها بصيغة جمل مترابطة دون عوارض، أن نكتب الفقرة ليس على شكل عوارض كل معلومة لوحدها، ولكن أن نكتبها كما قلنا على شكل جملة واحدة، على شكل فقرة موحدة. النصيحة الثانية، لا بد من تركيز المعطيات المطلوبة دون التقيد بالجزئيات والتفاصيل، نتجنب مبدأ الإطناب في المعطيات. النصيحة الثالثة، يتم غياب أي كتابة للمقدمة الإشكالية أو الخاتمة، يتم تجنب كتابة المقدمة الإشكالية والخاتمة في الفقرة المركزة. نتبع خطوات كذلك بسيطة للإجابة على سؤال كتابة الفقرة المركزة. أولها وهو فهم السؤال وتأطيره ضمن سياق الوحدات المعالجة، فإن طلب من السؤال فلا بد أن أرجع إلى الدرس الذي تتواجد ضمنه هذه الأسئلة المطروحة في الفقرة المركزة، يعني أن أسقطه على الوحدة التي أشتغل عليها. الخطوة الثانية هو أن نستحضر المعارف التاريخية ذات الصلة بالمطلوب وأن نرتبها حسب أهميتها وتسلسلها التاريخي. ثم أخيراً أن ندمج بين المعارف المستخلصة ونصيغها على شكل فقرة متماسكة العناصر متسلسلة الأحداث، وهي صيغة الصيرورة التاريخية. تطبيق لسؤال كتابة الفقرة المركزة، فأولاً نستحضر السؤال الذي طلب منا في الامتحان. كان المطلوب هو أن نكتب فقرة من خلال مكتسباتنا المعرفية نبرز من خلالها عوامل نشأة الحركة الوطنية المغربية ووسائل عملها خلال الثلاثينيات. لاحظوا بأن هذا السؤال فهو مركب يتكون من شقين، أن نبحث بداية عن عوامل نشأة الحركة الوطنية المغربية، وأن نبحث ثانيا عن وسائل عمل الحركة الوطنية المغربية خلال نفس الفترة وهي خلال الثلاثينيات من القرن العشرون. كتطبيق خطوات الإجابة على كتابة الفقرة المركزة، بداية أن نفهم السؤال كما قلنا، فهو سؤال مركب يعالج لنا عوامل نشأة الحركة الوطنية ثم وسائل عمل الحركة الوطنية. الموضوع الذي طلب أن نبحث عنه فهو يتأطر زمنيا خلال الثلاثينيات. نؤطر السؤال، فالسؤال يتأطر ضمن محور الثاني من المجزوء الثانية الأسلوب الثاني، وتحديدا ضمن الوحدة الرابعة المتعلقة بنضال المغرب من أجل استقلال واستكمال الوحدة الترابية. إن أسقطنا هذا السؤال على دروسنا سنجد بأن هذا السؤال فهو يتواجد في وحدة نضال المغرب من أجل استقلال واستكمال الوحدة الترابية. الخطوة الثالثة هو أن نستحضر المعارف التاريخية ذات الصلة بالمطلوب من خلال فقرات وعناصر موحدة. سنجيب على الأسئلة بشكل بسيط جدا، عوامل نشأة الحركة الوطنية المغربية خلال الثلاثينيات، وبالمناسبة أن هذه المعلومات نكتبها في ورقة تسويد على أساس أن المرحلة الأخيرة نكتبها مباشرة في ورقة التحرير. إذن عوامل نشأة الحركة الوطنية منها توقف المقاومة المسلحة المغربية وتزايد التدخل العسكري الأجنبي، كذلك انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المغرب بعد أزمة 1929، ظهور الحركة السلفية بالمغرب، تأطل المغرب
بالحركات التحررية في المشرق العربي وآسيا وإصدار سلطات الحماية الفرنسية للظهير البربري أو ظهير 16 ماي 1930. الشق الثاني من السؤال كان المطلوب أن نحدد وسائل كفاح الحركة الوطنية المغربية خلال الثلاثينيات، كذلك انطلاقا من مكتسباتنا المعرفية. كصياغة للإجابة منها إنشاء مدارس حرة لتربية وتعليم المغاربة على أصول الثقافة العربية الإسلامية ومحاربة الاستعمار، منها كذلك إصدار الجرائد والمجلات، وسائل أخرى تأسيس جمعيات سواء داخل المغرب أو خارجه، تأسيس الأحزاب السياسية مثل كتلة العمل الوطني في المنطقة السلطانية قبل انقسامه سنة 1937 إلى الحزب الوطني والحركة الوطنية، ومن جانب آخر في المنطقة الخليفية منطقة تابعة للنفوذ الإسباني حزبي الإصلاح الوطني والوحدة المغربية. الصيغة الأخيرة التي نكتبها في ورقة التحرير هي صيغة الدمج، هي صيغة الجمع بين هذه العوارض التي حددناهم سلفا. يمكن أن نقترح صيغة بسيطة جدا، قد ساهمت عدة عوامل في نشأة الحركة الوطنية المغربية خلال الثلاثينيات من القرن العشرون، كان أهمها توقف المقاومة المسلحة المغربية وتزايد التدخل العسكري للدول الاستعمارية مع الضرر الذي خلفه الاستغلال الاستعماري وغير ذلك من الصيغ. وما كان للحركة الوطنية المغربية خلال هذه المرحلة خيار إلا تبني المقاومة السلبية أو العنف من خلال اعتماد وسائل أبرزها تأسيس أحزاب سياسية وإنشاء مدارس حرة وإصدار جرائد ومجلات وغير ذلك. أتمنى التوفيق لجميع المتعلمين والمتعلمات.